بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات البيكتورال ريجون، وهنتكلم تحديدا النهارده عن عضله جديده الا وهي البيكتوراليس ماينور ماسل. طبعا زي ما احنا شايفين هنا دي عضله البيكتوراليس ميجور ماسل. هنبدا ان احنا نشيل البيكتوراليس ميجور ماسل عشان نتفرج على العضله بتاعتنا اللي هي الجديده ان شاء الله اللي هي البيكتوراليس ماينور. اول لما ابدا ان انا اشيل البيكتوراليس ميجور ماسل بتبدا تظهر عندي هنا الفاشيه، واخد بالك؟ وبعدين بتبدا تظهر هنا عندي جزء هنا، تمام كده؟ العضله دي بنسميها البيكتوراليس ماينور ماسل. طبعا زي ما احنا عارفين ان طبقه الشغاف البيضة ديت اللي هي بتحيط بالبيكتوراليس ماينور ماسل هي تعتبر جزء من البيكتورال فاشيا. ممكن ترجع لشرح الكلام ده في موضوع البيكتورال فاشيا. المهم ان انا هبدا ان انا اشيل برضو بعد ما شلت البيكتوراليس ميجور ماسل اللي كانت هنا، هبدا ان انا اشيل الفاشيا المحيطه بالبيكتوراليس ماينور ماسل. تظهر هنا عندي العضله اللي هي مكونه من ثلاث شرايح دي او ثلاث قطع دي. ننزل بقى تحت كده نجد هنا ظهرت عندنا في الصوره العضله دي اللي احنا بنسميها البيكتوراليس ماينور ماسل. وزي ما اتعودنا مع بعض هنبدا بالاوريجين والانسرشن. بالنسبه للبيكتوراليس ماينور ماسل اوريجين فهي بتبقى طالعه من عند الثيرد والفورث والفيفث ريبس، تبقى طالعه من عند الضلع رقم 3 والضلع رقم 4 والضلع رقم 5. طبعا الضلع الاولاني والضلع الثاني مالناش دعوه بيهم، بتتجاوزهم او بتعديهم وتمسك فيه 3 و4 و5. بيقول لك ان هي بتمسك تقريبا بالقرب من الكوستال كارتلج، يعني هي مالهاش دعوه بالاجزاء الكارتلجيه اللي هي الزرقاء دي، مالهاش دعوه بيها، انما بس بالقرب منها نير كوستال كارتلج. خلاص كده، اهم حاجه ان هي بتطلع من الضلع الثالث والضلع الرابع والخامس. وبعدين بتبدا ان هي تطلع ابورد ناحيه فوق، تبدا تطلع لاترال لاترال ناحيه الايه؟ ناحيه الخارج كده بعيدا عن الميد لاين، وتبدا ان هي تعمل انسرشن في الكوراكويد بروسيس. الكوراكويد بروسيس هو عباره عن زائده عظميه بتبقى طالعه من الاسكابولا او بتبقى طالعه من عظمه لوح الكتف اللي بتبقى نايمه على الضلوع من ايه؟ من ورا. يبقى لو جه قال لك الاوريجن هتقول لي والله الاوريجن بيبقى من الضلع الثالث والرابع والخامس بالقرب من الكوستال كارتريج، ولو جه لك الانسرشن هتقول لي والله في الكوراكويد بروسيس بتاع الايه؟ الاسكابولا. اما بالنسبه لمساله النيرف سبلاي او الامداد العصبي، يمكن انا جبت لك سيرته سريعا كده لما كنا بندرس البيكتوراليس ميجور ماسل، وقلنا ساعتها ان البيكتوراليس ماينور اللي هي العضله ديت بيخترقها نيرف او عصب يسمى الميديال بيكتورال نيرف. او انت فاكر زمان اخذنا ان في نيرف او في عصب بيخترق هذه العضله يسمى الميديال بيكتورال نيرف. زي ما احنا شايفين ادي المنظر بتاع الايه؟ النيرفات. في عندنا ادي النيرف اهو اسمه اللاترال بيكتورال نيرف، خلاص كده وده مالناش دعوه بيه، تمام؟ انما النيرف تاني اللي يمني اسمه الايه؟ الميديال بيكتورال نيرف. الميديال بيكتورال نيرف، هنلاحظ ان الميديال بيكتورال نيرف بيخترق او بيثقب الايه؟ البيكتوراليس ماينور ماسل وبيغذيها. وبمناسبه ان اللاترال بيكتورال نيرف والميديال بيكتورال نيرف طبعا الاثنين بيطلعوا هنا في الساحه، واخد بالك؟ عشان يغذوا العضله الكبرى الموجوده هنا المعروفه باسم البيكتوراليس ميجور ماسل. يمكن الكلام ده اخذناه قبل كده، قلت لك ساعتها اذا استنتج من كده ان الميديال بيكتورال نيرف ده ام ام راجل بيغذي الايه؟ الماينور والميجور. يبقى الميديال ده يغذي البيكتوراليس ماينور ويغذي البيكتوراليس ميجور، يبقى الراجل الام يغذي الاثنين ام، بينما اللاترال ده راجل غلبان مالوش دعوه بالبيكتوراليس ماينور انما بيطلع عشان يغذي البيكتوراليس ميجور فقط. طيب، وزي ما اتعودنا مع بعض ادي مجموعه الاعصاب اللي احنا بنسميها البريكال بلكسس، او مجموعه الاعصاب اللي هي بتغذي اغلب الماسلز لم يكن كل الماسلز طبعا بتاعه الايه؟ الابر لم. اما نيجي نتفرج كده على الاعصاب اللي تمنا هنا، ناخد مثلا عندنا ادي النيرف او العصب المعروف باسم الميديال بيكتورال نيرف، خلاص كده اللي هو هنا اهو، ادي الميديال بيكتورال نيرف. طبعا الميديال بيكتورال نيرف ده زي ما قلنا بيغذي البيكتوراليس ماينور وبيغذي البيكتوراليس ميجور. لو مشينا وراه كده هنا ورا 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 هنلاقيه طالع كده من حبل يسمى الميديال كورد، يسمى الميديال كورد. انا كده الاثنين اللي هم الميديال بيكتورال نيرف والميديال كورد ملونين باللون الاحمر اهو. لو نزلنا تحت هنجد ادي الميديال بيكتورال نيرف طالع من الميديال كورد اوف ذا بريكال بلكسس، خلاص كده؟ يبقى ده اذا الميديال بيكتورال نيرف ده هو المسؤول عن النيرف سبلاي اوف ذا بيكتوراليس ماينور. في جنب واحد كده هيسمى الايه؟ اللاترال بيكتورال نيرف، اللاترال بيكتورال نيرف، خلاص كده؟ وده طالع من كورد من حبل اهو، شوف ده اللاترال بيكتورال نيرف اهو طالع من حبل جنب اهو اسمه اللاترال كورد، خلاص كده؟ يبقى اللاترال بيكتورال نيرف بيبقى طالع من اللاترال كورد، واللاترال بيكتورال نيرف ده بيغذي الميجور بس، يغذي البيكتوراليس ميجور، بينما الميديال بيكتورال نيرف ده يغذي الايه؟ الماينور والميجور. طيب الميديال بيكتورال نيرف يطلع من الميديال كورد، اللاترال بيكتورال نيرف يطلع من اللاترال كورد، ونكمل كلامنا مع بعض عن البيكتوراليس ماينور في الفيديوهات القادمه.